يحكى أنه ذات ليلة من ليالي الشتاء الباردة، كان هنالك ملك يمتطي حصانه عائدا إلى قصره. لمح على الباب حارسا عجوزا يرتدي ملابس رثة لا تلائم قساوة الجو. اقترب منه الملك متفاجئا وسأله: ألا تشعر بالبرد؟ أطلق الحارس تنهيدة عميقة ليخرج ما بداخله من شكوى وضعف، ثم رد قائلا: بلى يا سيدي، أشعر بالبرد، ومن لا يشعر به؟ لكني لا أملك ما يدفئني وتعودت على ذلك. حزن الملك لحال هذا الحارس، ثم قال: حسنا، حالما أدخل إلى القصر سأرسل لك معي ثيابا من الصوف تدفئك وتحميك من البرد. شعر الحارس بسعادة لا توصف، وظل ينتظر بلهف وعد الملك. ولكن ما إن دخل الملك قصره حتى نسي وعده، وفي المقابل ظل الحارس ينتظر لساعات وساعات حتى اختفت ابتسامته وحماسته، وهطلت دمعة حزن دافئة على خده، فتغلب عليه البرد ووافته المنية وفارق الحياة. وفي الصباح الباكر خرج الملك كعادته من القصر، وإذا به يصعق بما وجد. مات الحارس العجوز متجمدا من البرد، وترك رسالة كتب فيها التالي: كنت أتحمل البرد كل ليلة وأنا مدرك تماما أنه ليس بيدي حيلة. تمالكت نفسي وتحملت طوال هذه السنوات، ولكن وعدك لي بملابس دافئة وانتظاري لها بشوق سلبني قوتي وأضعفني.